مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال يوم الغد، ستميز كافة المناطق الشمالية، مرفوقة أيضا بانتشار السحب سفلى أحيانا كثيفة، احتمالا تكون مرفوقة ببعض الأمطار الضعيفة جدا والمحلية على سواحل الوسطى الشرقية وكذلك السواحل الشرقية. بالجنوب الكبير الأجواء ستكون غالبا مغشاة بشمال الصحراء الصورة الصحراء الوسطى إلى غاية مرتفعات لونغار وتاسيلي، بينما بأقصى الجنوب الغربي الأجواء ستكون غائمة على العموم، احتمال لأمطار محلية. الحرارة خلال ليلة اليوم ستكون باردة بالمناطق الداخلية درجة واحدة تحت الصفر كأدنى مقياس بباتنا بستيف بخنشلة درجة صفر بالبيض، 9 إلى 10 درجات بسواحل، 7 إلى 9 درجات بشمال الصحراء، 4 درجات فقط بمرتفعات التاسيلي، وتصل إلى 12 درجة بالصحراء الوسطى. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستقارب 19 درجة بعنابة بجيجل بالعاصمة، 20 درجة بمستغانة بوهران وتلمسان، 11 إلى 14 درجة بالمناطق الداخلية، 19 بشمال الصحراء، 18 ببشار بجانات أيضا، وأعلى مقياس سيسجل ب 26 درجة نحو أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا نحو السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضعيفة إلى معتدلة ضمن تيارات شرقية إلى شمالية شرقية بالسواحل الوسطى، تدور إلى شمالية غربية نحو السواحل الشرقية وشمالية شرقية تماما نحو السواحل الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله طيلة الفترة الممتدة ما بين يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد، سنسجل نفس الوضعية الجوية، أجواء مستقرة لكن نسبة رطوبة عالية على المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. يوم الأحد رياح قوية نسبيا ستميز السواحل مع أجواء مشمسة على العموم بكافة مناطق الجنوب الكبير، درجة الحرارة تبقى معتدلة على العموم. أما عن وقت شروق الشمس، صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و59 دقيقة، والغروب على 5 مساء و52 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.